مختص في الجراحة العامة وممثل عن أسر وعائلات الشهداء والمجاهدين الذين صنعوا معركة منيط. في البداية نشكر ولاية طمراست وعلى رأسها السيد الوالي، وكذلك بلدية عين مقل وعلى رأسها رئيس بلديتها، كما نشكر جميع سكان المنطقة من مجتمع مدني ومن جمعيات ومن فاعلين، وكذلك نشكر مدير المجاهدين، ونخص بالشكر كذلك السلطات العسكرية وكل السلطات المدنية، كما نخص بالشكر الجمعية الولائية التاريخية إنكر وعلى رأسها السيد الشيخ ليتيم، وكذلك المنظمة الوطنية لليد الخضراء والأساتذة والطلبة والضيوف الذين أبوا إلا أن يشاركونا وجاءوا من مناطق متعددة من الوطن. ونشكر الجمعيتين على الشكر الكبير على السهر على تنظيم هذا الملتقى التاريخي، وذلك من أجل إخراج هذه معركة منيط من طي النسيان إلى ووضعها في مسار الثورة التحرير. والحديث يطول ويجول على معركة منيط، نتركه لأستاذ التاريخ عبد القادر ويتحدث فيه بإسهاب فيما بعد. أنا واش بقيت